وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر السكايب من الرياض المحلل الاقتصادي الدكتور توفيق لسويلم. مرحبا بك معنا في نشرة الأخبار، وكل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير. من وجهة نظرك، ما أهم الإنجازات الاقتصادية التي حققتها المملكة العربية السعودية؟ أشكركم على الاستضافة، وأحب أهني المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا وكل من يحب المملكة العربية السعودية باليوم الوطني. ويوم 23 سبتمبر من كل عام هو تاريخ توحيد المملكة العربية السعودية، ومن يقرأ يعني إنجازات المملكة دائما يأتي الهاجس الاقتصادي أول الهواجس لدى القيادات والدول والشعوب، وتثبت الأرقام والإحصائيات أننا يعني قطعنا الحمد لله خطوات ثابتة، وتقلدت المملكة مراتب عالية، وحققنا منجزات جوهرية في المشاريع العملاقة التي أطلقت خلال السنوات الماضية، وبدأنا نستلم بعض نتائجها، وسجلنا بالأرقام انخفاض البطالة وارتفاع عدد المواطنين الذين يحصلون على إسكان، ومن أول مرة في تاريخ المملكة أن يكون عدد السياح حتى ديسمبر الماضي تقريبا 109 مليون. لم تكن المملكة العربية السعودية دولة سياحية، الآن أصبحت مئات الملايين يرغبون دخول المملكة لغرض السياحة، بالإضافة أنه خلال الثلاث سنوات الماضية حققت المملكة بتأسيس 412 ألف شركة، سواء شركة سعودية أو شركة مختلطة من شركات متعددة الجنسيات أو شركات بعضها نقلت مكاتبها من بعض الدول ونقلت مكاتبها في الرياض أو في المملكة العربية السعودية. احنا نفتخر بهذه المنتجات، سواء في المنتجات الصناعية، في قطاع البتروكيميكال، في قطاع المعرفة والتطور العلمي، مع احتفاظنا ب يعني تراثنا وتقاليدنا وقيمنا العربية والإسلامية. نعم دكتور، لو تحدثنا عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030. عندما بدأ قائد مسيرتنا الأمير محمد بن سلمان أطلق رؤية 2030، وإن شاء الله نحقق مجموعة برامج طويلة الأمد، وأطلقت مشاريع عملاقة جدا اللي الدولة تتبناها، مثل شارع نيوم، البحر الأحمر، مشاريع القدية، والآن أطلقت مشاريع لإعادة تطوير مطارات المملكة، تقريبا 27 مطار. احنا ننتظر اكسبو الرياض اللي في 2030، نتوقع 144 دولة بالعالم تشارك معنا. الآن يعمل لدينا تقريبا 127 جنسية. أيضا هناك مشاريع عملاقة سوف تنجز في مشاريع القدية أو مشاريع الرياضية في عام 2034، ونتوقع أولمبياد عالمية ستأتي كل دول العالم لتلعب أولمبياد كرة القدم بالمملكة. كل هذه المشاريع أيضا من خطتنا أن يكون 30 مليون زائر للحج والعمرة، في حين أن عادة عندنا مليونين فقط بالحج، 3 مليون ل 4 مليون زائر. نتوقع أن يتم صرف أكثر من 1.5 تريليون دولار على مشاريع تنموية لتحقيق برامج الرؤية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان. نعم، من الرياض المحلل الاقتصادي الدكتور توفيق لسويلم، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك.